السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في وصفه اليوم اللي هي عجيجات او كروكيت بالشوفلر مع صلصه الطماطم، اللي هي وصفه بزاف سهله وخفيفه واقتصاديه. لتحضير هذه الوصفه نحتاج فرينه، معدنوس مقطع، نحتاج ايضا قرصة خميرة الحلوى، لا شابلور، حبة بيض، فلفل أسود، فلفل أحمر عكري حلو، 3 فصوص ثوم، طماطم، حبة طماطم مقطعة رقيق، ملح، الحبق أو البازيليك والزيت. وطبعا نحتاج الشوفلر اللي كنا غليناه مع الملح والرند باش تنحالوا الريحه، ثم كيطيب نقطروه جيدا من الماء اللي فيه. نبداو مباشره في التحضير. نجيبو الشوفلر نقطعوه بهذا الشكل، فقط قطع كبار، ما نرحيوهش كيما لا بوري باش ما يجيش معلك بهذه الطريقه. كيما راكم تشوفوا خليته كبير شويه، بعد ذلك نضيفولو حبه بيض، الملح، انا هنا البروكلو تاعي غليته من دون ملح، لاباس، حقيت كميه اكبر من الملح. نزيدو له لا شابلور اللي هو خبز يابس مرحي، حوالي 2 ملاعق كبار. نزيدو له فرينه، ايضا 2 ملاعق كبار. زيدوا قرصه خفيفه تاع خميره الحلوى اللي راح ترجع لنا هشيش من داخل، معدنوس مقطع، فلفل اسود، يمكن هنا نزيدوا له زيتون خضر مقطع، يمكن نزيدوا له قطع الدجاج، يمكن نزيدوا له لحم مفروم طايب. نخلطوا المقادير مع بعضها، نشوفوا بلي لا شابلور والفرينه راح يخليونا نقدروا نجمعوه ونديروا لجيجات تاعنا من دون ما تتفتت في الزيت كي نقليوه بهذه الطريقه. ثم نبداو نكوروا لجيجات اللي راح يجيو بهذا القيس، كما راكم تشوفوا يتجمع بطريقه سهله جدا. الوقت اللي راح نوجدو فيه العجيجات نحطو صلصة الطماطم طيب في المقلاة، نديرو حوالي 2 إلى 3 ملاعق زيت أو زيت الزيتون، نزيدو صلصة الطماطم أو حبة أو 2 تاع الطماطم اللي تكون رحيناها رقيقة، نربيو فوقها فصوص ثوم، 3 فصوص ثوم. كيما راكم تشوفو درنا كلش بارد في بارد، وراح تجي صلصة بزاف بنينة. نبدلو شوية من الشوفلور لاصوص بلانش ولا شوفلور وحده في الفور غراتان، نديروه بصلصة الطماطم راح يجي ايضا بزاف بنين.
بعد ما رحينا الثوم نزيدو في صلصة الطماطم، نزيدو فلفل عكري حلو، يمكن نزيدو الحار هو اختياري، حوالي ملعقة صغيرة. نزيدو أيضا فلفل أسود، نزيدو الملح على حساب ذوق، نزيدو الحبق أو البازيليك اللي راح يعطينا ذوق رائع. نخلطوهم جيدا ونحطوهم بعد ذلك على نار متوسطة ونغطيو عليها، نخليهم على نار متوسطة حوالي ربع ساعة إلى 20 دقيقة. لازم تتقلى مليح الطماطم هذيك باش تنحالها الذوق الحامض. نشوفوا العجيجات تاعنا بعد ما خدمناهم، نحطو الزيت سخن وبعد ذلك نحطوهم يتقلاو، ماهمش راح ياخذوا وقت كبير حتى يحمروا لنا ويكونوا بهذا الشكل الحمر كما راح نشوف. رانا نشوفوا طبق بزاف بنين ساهل واقتصادي، وشفنا شوفلور بطريقه مختلفه. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، وإلى الملتقى بإذن الله مع وصفة جديدة.